هاي مسيرة عظيمة معبرة عن إرادة الشعب المغربي، تقول لا لصفقة القرن ونعم لفلسطين حرة أبية ونعم للقدس عاصمة لفلسطين. هذه المسيرة تدافع عن القدس، تدافع عن الأقصى، تدافع عن المقدسات المسيحية والإسلامية. هذه المسيرة يجمع الشعب المغربي حولها وهذا أهميتها، ونحن في فلسطين نثمن ونشكر المغرب ملكا وحكومة وشعبا على وقوفهم الدائم مع القضية الفلسطينية. رسالة اليوم وصلت إلى الشعب الفلسطيني، وأمل أن تصل إلى الشعوب العربية والإسلامية لتحذو حذو الشعب المغربي، لأننا نشعر بفلسطين في هذه اللحظة بحاجة تماما إلى لعمقنا العربي والإسلامي ليشكل شبكة أمان أمام هذه المؤامرة الخطيرة. شكرا للمغرب. مختلف مكونات الشعب المغربي وقوى الحية توجد اليوم في هذه المسيرة الحشدة لدعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة، كما فعل دائما الشعب المغربي، يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في رفض هذه الصفقة التي تعد مؤامرة حقيقية إزاء الشعب الفلسطيني، مؤامرة لأنها تشرعين لسياسة الاحتلال، مؤامرة لأنها ترفض مبدأ القدس كعاصمة لدولة فلسطين، مؤامرة لأنها ترفض الحق العودة بالنسبة لملايين الفلسطينيين، مؤامرة لأنها تضع وتقيد السيادة الوطنية الفلسطينية وتضعها تحت الوصاية الإسرائيلية. لذلك كما تلاحظون مئات الآلاف من المغاربة يقولون لا، ينادون جميع مكونات المنتظم الدولي لرفض هذه الصفقة، وعسى أن ندعم أكثر الشعب الفلسطيني وأن يوحد الشعب الفلسطيني صفوفه لتمكينه من إقرار حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس. نحن اليوم نشارك في مسيرة الغضب التي يشارك فيها الشعب المغربي. نحن متواجدون كيسار مغربي وكفيدرالية اليسار الديمقراطي لنعبر عن تضامننا اللامشروط مع كفاح الشعب الفلسطيني المناضل ومع حقوقه المشروعة في بناء دولته وعاصمتها القدس ورجوع اللاجئين واستكمال سيادته على أراضيه المغتصبة. ونقول مع كل أطياف الشعب المغربي لا لصفقة العار، لا لمحاولة تصفية القضية الفلسطينية واستكمال المخطط الجهنمي لإعادة إخراج خارطة الشرق الأوسط الكبير. نحن نقول لكل الشعوب الحرة يجب أن تقاومي وأن تناضلي وأن تقفي يعني إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل إيقاف هذه المجزرة وإيقاف هذه الجريمة وهذه الغطرسة الغير مسبوقة، حيث أننا نرى تقدم الاضطهاد وتركيع الشعوب، ولكن مع كل أسف يتم كل ذلك بمباركة الرجعيات العربية التي ندينها ونقول لها الخزي والعار لك، وأن الاستبداد والفساد إلى زوال، وأن الشعوب ستحرر، وأن الشعوب اليوم تعي تماما بأن بإمكانها أن تصنع مستقبلها، مستقبل التحرر، مستقبل الحرية، مستقبل الديمقراطية. وتحية نضال عالية للشعب الفلسطيني ومزيدا من توحيد الصفوف. ونحن كباقي الشعوب الحرة وباقي الشرفاء في هذا العالم لن نتخلى عنه، ونحن إلى جانبه حتى يصل إلى كل حقوقه. إذن اليوم من خلال هذه المسيرة نؤكد رفضنا المطلق لما سمي بصفقة القرن، ونؤكد بأنه اليوم ينبغي أن نعمل جاهدين من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمة القدس الشريف، ولكي نقوم بنصرة القضية الفلسطينية والعمل على تحرير فلسطين. دعم حزب الشورى والاستقلال، جاءنا اليوم لنندد بالاعتداء الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وإننا نقول اليوم نحن ضد صفقة القرن المشؤومة، ونؤكد بأننا متضامنون باسم حزب الشورى والاستقلال مع الشعب الفلسطيني، ولن نقبل المساس بالقدس الشريف كعاصمة لدولة فلسطين وللأمة الإسلامية جمعاء. شكرا. ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتفوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبرتجيو مع صحابكم.